احساسك دلوقتي مختلف اكيد وانت لعيب، يعني عايز اخد احساسك او ونقارنه ما بين وانت لاعب. انت دلوقتي حط نفسك امير هتلعب بالمباراه قبل النهائي يوم الجمعه، وامير اللي اتفرج على مباراه النادي الاهلي والوداد، شعورك كان ايه؟ كنت قلقان من مباراه الوداد الاولى؟ كنت عندك توقع ان النادي الاهلي هيعمل نتيجه كبيره؟ ونتكلم بقى على احساسك قبل يوم الجمعه هيكون عامل ازاي. بص يا كابتن، يعني انا يمكن والله بجد فعلا كان في ناس اهلاويه كبير، يعني كبار جدا، من اكبر الناس بتشجع النادي الاهلي، كانوا بيكلموني متخوفين جدا جدا، قلق طبيعي، قلق طبيعي من قلق طبيعي قبل المباراه، لان البطوله غاليه، مشجعين النادي او ناس اعضاء في النادي او زمايلي اللي هم اهلاويه كانوا قلقانين جدا قبل المباراه، لان طبعا هيلعبوا اسم الوداد برضو اسم كويس ولعب وكسبنا قبل كده، ولكن انا كنت بنقل خبراتي او احساسي او احساسي باللعيبه ان النادي الاهلي نادي كبير، ولما بيلعب على بطوله ما بيشفر معاه بيلعب وداد او بيلعب مين، لان احنا الحمد لله، وخصوصا يا كابتن احنا في اسوأ حالاتنا السنين اللي فاتت انت بتوصل فاينل وما فيش توفيق. يعني انت بتوصل حتى في اسوأ حالاتك. لكن اللي انا كنت عايز اقوله ان اللعيبه، يعني انت ما كنتش قلقان؟ انا ما كنتش قلقان خالص، وعارف ان احنا هنكسب، يعني متوقع ان احنا كمان هنكسب طبعا. يعني انا بيني وبينك انا القلق الايجابي، يعني كنت قلقان بس عندي ثقه في اللعيبه، بس بيني وبينك برضو ان انا ما فكرتش ان احنا نكسب 2-0. يعني انا قلت ممكن جدا النادي الاهلي يقفل كويس، وممكن اخر مثلا اخر ربع ساعه نجيب جول، النتيجه تخرج 1-1 1-0 لينا، لكن بامانه 2-0 ما كانتش متوقعه خالص. يعني بص يا كابتن، حضرتك بصيت على الجول اللي جابه قفشه. طبعا. مين اللي ضاغط قفشه؟ هو اللي هو المفروض بيلعب تحت السود، وفي نفس الوقت كان مروان كمان، يعني انت هو كان عنده احساس بان اللعيب بتاع الوداد هيغلط مدافع، فراح ضغط. لما ضغط هو عارف قيمه بقى الجول اللي هو هيجيبه، في يعني شوف كم سبرنت يا كابتن بعد نص الملعب، والتركيز هو خلاص هو رايح على الجول. انا حاسس بيه ان هو جمهور النادي والبلد والاهلاويه كلهم في الحته دي هدفهم ان الجول ده لازم يجي، فكان مركز جامد جدا جدا وعمل ماتش كبير جدا. فانا احساسي قبل الماتش ان النادي الاهلي بيلعب على بطوله، فمش معقول هيروح هناك يا كابتن هيدافع. لا خالص، كل لاحظ يعني كنا قلقانين برضه انه قفشه مع موسيماني له شكل تاني زي ما بيقولوا يعني. والحقيقه برضه في البعض اللي مستغرب النهارده انه موسيماني في التوقيت القصير ده قدر انه فعلا يعني يعمل